طول عمر الحقيقه النادي الاهلي يتميز بقيادته، بالظبط الحمد يعني لله. على مر التاريخ حتى وان اختلفنا مع بعضهم في طريقه الاداره، لكن مين اللي يقدر يتكلم على احمد عبود باشا، على سياده الفريق مرتجي، على نائبه كمال بيه حافظ الله عليه رحمه يرحمه، الله، على كابتن صالح سليم، على كابتن عبد صالح الوحش، على محمود طاهر المهندس محمود طاهر، على كابتن حسن طبعا حمدي بتاريخه العظيم، طبعا. على كابتن محمود الخطيب بانجازاته الرائعه، فهذا امر جميل. اسمح لي بس ان انا ادخل معاك في حته شويه. في فتره حسينا ان العلاقات بين الاهلي والزمالك وصلت الى درجه جميله من بلاش المثاليه، ولكنه يعني من يعني العلاقه الطيبه اللي كنا نتمناها، بقت في زيارات متبادله، وكان هناك دعوه من مجلس اداره نادي الزمالك وحضرته، وحضر الكابتن حسين لبيب الى تأبين العمري نادي فاروق الاهلي في تأبين الراحل العمري فاروق، والناس الحقيقه استبشرت خيرا. يعني الشعور دلوقتي في الشارع انه الدنيا توترت شويه، ولا انا بتكلم غلط، ولا القصه ايه؟ وهل في امل انه بعيدا عن المنافسه اللي هتظل موجوده وموجوده شرسه جدا، لكنه احنا بنتكلم في كابتن خطيب بمجلس اداره شديد الاحترام، بنتكلم في كابتن حسين لبيب راجل شديد الاحترام طبعا. ومعاه عدد من الافاضل داخل المجلس. بص يعني كابتن حسين لبيب انا عايز اقول ان هو هو صديقك؟ طبعا نعم. جدا وراجل محترم، والراجل ده يعني انا كنت بشوفه في النادي الاهلي ايام ما كان بيلعب في منتخب هاندبول مصر طبعا. الهاندبول، لان الكابتن الدكتور حسن مصطفى ساعتها كان مدرب منتخب نعم وكان بيجيبهم، فكانت الدنيا يعني بالنسبه نعم لنا. وانا كنت معاه في 2000 هو ومدحت البلتاجي، ما كنا مع بعض في ماسكين الحمله بتاعت الكابتن دكتور حسن مصطفى لما كسب نعم اول مره في رئيس كاس اتحاد الدولي. ترشح رئيس العلاقه الدولة. كالعلاقات الشخصيه علاقه محترمه، انا وهاني بيرزي، هاني شكري، الناس كلها يعني نعم المندوه. لكن هو بيحصل ان في بعض الناس اللي بينتموا لبعض يعني ليهم ان هم ممكن بيقولوا تصريح ما بيبقاش موفق، نعم وبالتالي بيعمل شويه احتقان. نعم لكن في الاخر ما فيش شك ان العلاقه ما بيننا كافراد وكاشخاص علاقه كبيره جيدة. جدا جدا، وعمرها ما هتبقى زي زمان. لا في عمرها علاقه، ما هتبقى زي لا زمان. يعني في فتره، نعم لا يعني فتره من الفترات ما كانتش في علاقه خالص، مستحيل لكن طبعا. النهارده بدايتهم هم عزمونا في عندهم في نادي الزمالك. ونادي الزمالك هو يعني يعني كيان كبير ومؤسسه كبيره في النادي في مصر، وهي اللي بتنافس النادي الاهلي. يعني نعم احنا بنتكلم يعني لازم نديله حقه، فهو نعم حسين لبيب من الناس المحترمه. لكن في بعض الناس بتبقى بتنتمي لبعض بيقولوا تصريحات بتبقى مستفزه للجمهور، وانا اتمنى ان احنا عمرنا من ناحيتنا احنا النادي الاهلي ما حدش بيطلع بيقول حاجه ما بتبقى فيها نوع من الاستفزاز للجماهير، واحنا في الاخر احنا شعب واحد وشعب مصري واحد، لابد ان احنا نحافظ على مشاعر بعض. ده كلام شديد الاحترام. كولر.